هنا الأخت أم سعيد سألت عن ما يعطيه الناس الخادمة المسلمة من هدايا من صدقات، يقول زيادة على عملها، لا نكلفها بعمل آخر، وإنما في الأعياد في بعض المناسبات. نعم، ما يعطى الخدم في البيوت من المكافآت والتشجيع والهدايا والصدقة جائز، هذا جائز، لكن لا يرتبط بأعمالهم التي يعملونها، بل هذه من الصدقة عليهم والتوسعة عليهم وإفراحهم وإدخال السرور على مساكين الناس من العمل الصالح والخبيئة الصالحة بين العبد وبين ربه، والله أعلم.